أهلا بكم في فيديو جديد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة النائب الأسبق رائد الكوز. توفي النائب السابق رائد حسان فجر الجمعة عن عمر ناهز 49 عام، وقد نعاه صباح الجمعة عدد من أقرباء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب قريبه خالد الكوز بمزيد من الحزن والأسى: ننعى الأخ الفاضل وابن عشيرة الكوز ابن العم النائب السابق رائد حسان الكوز أبو لؤي، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر الجمعة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على أهله وزويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد شغل النائب السابق الكوز عدد من المراكز، حيث كان رئيس مجلس إدارة شركة المتميزون للتجارة والتخزين، ورئيس هيئة المديرين شركة تميز للمقاولات، ومدير تنفيذي شركة حسان الكوز وأولاده للمقاولات، بالإضافة لعضوية مجلس النواب 17. إنا لله وإنا إليه راجعون، سائلين المولى عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.